كابتن اسلام، عاوز اتكلم على النقطه بتاع شريف برضو، لان في ناس كتيره برضو اتكلموا عليها يعني. بالنسبه لشريف يعني، ان شريف بدا كويس وبقى يسجل اهداف، وبعد كده جبنا بواليا، بواليا لعب شويه، وبعد كده شريف كمل تاني. كانت وجهه نظر الراجل ايه، او وجهه نظرنا ايه في الفرقه يعني؟ انت مهم جدا، انت بتلعب يا كابتن اسلام حوالي، بتوصل دلوقتي في السنه حوالي حاجه و50 مباراه يعني، بين دوري 60 تقريبا يعني. فلازم يكون عندك حلول كتيره، خصوصا في النواحي الهجوميه طبعا. فمش هتقدر تستحمل تلعب الموسم كله بشريف، استحاله طبعا. فلازم تفكر في حل تاني. عشان كده فكرت مثلا ان يبقى في بواليا، عندنا مروان موجود، جونيور يقدر يلعب الحته دي، يبقى كويس، تعمل منافسه كويسه. هتقدر المنافسه دي هتبقى في صالح الفرقه. أيوه. شريف يجيب 20 جون، بواليا يجيب 15، مروان يجيب على قد اللعب. نفس القصه يعني. فعشان الناس تيجي تقول ايه، طب لا ده شريف كان ماشي كويس وانتوا قعدتوه، ازاي هو مين اصلا اللي جاب شريف؟ ما هو الراجل. ومين اللي مقتنع بشريف؟ ما هو الراجل. وبعد كده بواليا، مهم يبقى فيه رقم واحد ينافس رقم اثنين يعني. شوف الحضري والفتره الطفره اللي عملها لما جه مثلا نادر السيد، كابتن نادر كان موجود يعني. مهم برضو دلوقتي المنافسه بين مثلا اكرم وهاني، مين اللي صالح مين؟ صالح الفرقه. هاني عنده ما شاء الله خبرات، ولعيب مؤثر جدا في الفرقه، ولعيب عمل اداء مميز جدا فترات كبيره اللي هو لعبها، وجي حصلت له اصابه، وبعد كده جه اكرم اشتغل، وموجود بيكهام يقدر ينافس. فالحاجات دي لازم تفكر فيها الابعد. انما مش عشان انا جبت قعد شريف عشان العب بواليا، بالعكس. بالعكس طبيعي. نفس القصه، انت لما يبقى عندك ديانج والسوليه وحمدي فتحي، وممكن اكرم يلعب في الحته دي، وممكن بيكهام، تعمل منافسه كويسه ولا لا؟ ما تبقاش خايف ان المكان ده اي تاثير فيه. عندك النهارده المساكين، لما يبقى عندك بدر وايمن وياسر وسعد ومتولي ورامي، منافسه كبيره جدا. لما يرجع ان شاء الله نيدفيد ومحمد محمود ويخشوا المنافسه، هتبقى حاجه كبيره جدا. وبالمناسبه يعني انا مبسوط جدا جدا من الحاجات اللي حتى الفرقه كلها يعني، والله من الحاجات اللي كانت ساعدتنا جدا وجود نيدفيد ومحمد محمود متولي معانا. طبعا كابتن وليد برضو. الناس قالت لك وليد طبيعي كده يعني. الناس قالت ايه؟ قالت لك بصوا الاهلي رايحين مش مركزين ورايحين يحتفلوا. بالعكس. تخيل. لا بالعكس. بدل ما يقول لك ان ده روح العيله والحاجه والدعم. كل واحد بيطلع اللي هو عايز يقوله.